بص يا صديقي، انا عايز اشاركك سر كده ممكن نتكلم فيه مع بعض. لما تلاقي زين الدين زيدان بيبدا في فليدريكو فالفيردي ناحيه اليمين كجناح، اعرف ان زين الدين زيدان خايف من الباك الشمال اللي بيواجه بيه الفرقه الثانيه، لان النهارده زين الدين زيدان كان حاطط فليدريكو فالفيردي علشان بس كان خايف من جايا، وكان خايف من سولير، وكمان كان خايف من جوميز. يعني ناحيه الشمال كلها بتاعت فالنسيا زين الدين زيدان كان مقلق منها، فحاطط لهم واحد جراز زي فليدريكو فالفيردي، والراجل ما عندوش اي مشكله يفضل يجري طول الوقت ويفضل طول الوقت يميل عليهم عشان خاطر ما يبدأوش هجمه من ناحيه الشمال، وخصوصا يعني داني كارفاخال اغلب الوقت طاير ناحيه اليمين بسم الله ما شاء الله. فلو الهجمه كانت اتبنت من ناحيه الشمال كنت هتلاقي ان في خطوره. بسم الله الرحمن الرحيم. صديقي المدريستا اخي العزيز، لن تخسر شيئا دعمتنا يا اسطى. بسم الله ما شاء الله، ايدن هازارد اساسي، وكمان رجع لك ماركو اسانسيو، والبنزو كمان وصل 18 هدف وبينافس على اللي على هداف الليجا. يعني ده بالنسبه لك زي الفل يا صديقي، مش تخسر حاجه بقى لو عملت لايك وعملت سبسكرايب، وخصوصا يعني ان ماتش النهارده قدام خصم مرخم قوي، وخصوصا يعني ان فالنسيا الدور الاول ريال مدريد تعادل معاه باعجازه برده كريم بنزيما اللي كان احرز الهدف في الدقيقه 96. يعني فالنسيا خصم مرخم جدا، وخصوصا مع سادايس، لان الراجل ده بيعرف يلعب الكبار بطريقه غريبه جدا. الراجل ده عمل شوط اول عالمي جدا على ريال مدريد، بس الشوط الثاني بقى اكتشفنا ان ريال مدريد كانوا سايبينه يعمل اللي هو عايزه الشوط الاول، بحيث ان احنا الشوط الثاني هنلعب بكل قوتنا علشان خاطر التيم بتاعنا ما يستحملش ان احنا نلعب شوطين متواصلين بقوه رهيبه جدا بضغط عالي، بان احنا ماسكين الكوره طول الوقت، وطول الوقت ان احنا عايزين نحجز الهدف. الكلام ده ما نقدرش نعمله في 45 دقيقه، اما ال 45 دقيقه الاولى فاحنا هنسيبك تعمل اللي انت عايزه، وكمان هنحاول في بدايه الشوط الاول اللي هو الماتش اول ما بدا لقيت ان ايدن هازارد بيروح انفراد وسيليسن بيطلعها، قلت بس الدنيا بالنسبه لي زي الفل. فجاه لقيت الدنيا عتمت والموضوع غمم، وقعد تحسس كده يا جماعه احنا كنا شغالين زي الفل، ايه اللي حصل؟ فجاه كده لقيت ان فالنسيا بيسحبك من تحت لفوق، وعمال تلاقي فيه فرص بتضيع، وتلاقي رودريجو جاب لك جون، وبعد كده وقفوا خمس دقايق يتكلموا عليه يا جماعه الكره دي اوف سايد ولا مش اوف سايد. هقول لك الموضوع ببساطه شديده جدا يا صديقي. الموضوع ببساطة ان كالعادة يعني سلادس بفالنسيا بيلعب بال 4 4 2، وال 4 4 2 قدام ال 4 3 3 بتكون خطة رخمة جدا، وخصوصا يعني ان هو بيرخم على الأطراف بتاعتك، والأطراف بتاعتك اللي هي عبارة عن فريدريكو فالفيردي ناحية اليمين، قلنا ان هو نازل عشان خاطر جاية، وناحية الشمال الناحية التانية كان ايدن هازارد، هازارد بيحب يخش لجوه، طبعا كريم بنزيما بيحب يخش لجوه، والإضافات اللي بتيجي من تحت كالعادة بنجامين مندي ناحية الشمال، وكنا بنلاقي ناحية اليمين كنا بنلاقي زيادات من داني كارفاخال. في مشكلة ودي لازم تعترف بيها ما بينك وبين نفسك، لو قعدت تلعب عرضيات من هنا للصبح هتلاقي ان كريم بنزيما ممكن يظهر لك في لقطة أو لقطتين، لأن الراجل مش قوي في الكور العالية، التايمنج بتاعه مش طول الوقت مثالي زي كريستيانو رونالدو، وده اللي محسسك ان في فرق. الفرق ما بينه وبين رونالدو هي الكورة العالية وجودة كريم بنزيما في إحراز الضربات الرأسية، أما على الأرض لو لعبت على الأرض هتلاقي ان كريم بنزيما مهاجم مظلوم جدا بالنسبة للتصور اللي أنت حاطه في دماغك، ان كريم بنزيما ده بيلعب علشان خاطر زين الدين زيدان بيحبه، لا الموضوع أعمق من كده بكتير. كريم بنزيما والكرة تحت رجله قادر ان هو يصنع فرصة، قادر ان هو يعدي واحد على واحد، قادر ان هو يشوط ويحرز هدف، وقادر ان هو يعمل حاجات كتير، انما والكوره في اقل ارتفاع دماغه الموضوع صعب بالنسبه له، لان توقيته بيكون سيء نوعا ما في الكور، فبتلاقي ان هو سابق يا ورا الكوره، فبتلاقي ان هو في الكوره العرضيه من ناحيه الشمال وناحيه اليمين بتلاقي ان كريم بنزيما عباره عن مهاجم في الصندوق، بس ما تعرفش هو فين بالظبط في الصندوق، بيقطع في انهي وقت. فتقييمك لكريم بنزيما على حسب الكرات العرضيه الموضوع صعب، انت هتظلم كريم بنزيما وهتظلم التقييم بتاعه معاه. اما نص الملعب فنص الملعب بصراحه عمل شوط تاني عالمي جدا، وخصوصا يعني توني كروز ولوكا مودريتش وكالعاده كازيميرو هم الثلاثه موجودين في اي حاجه، لان الثلاثه دول لما بيحبوا ان هم يسيطروا على نص الملعب خلاص الفرقه اللي قدامهم ما بتلاقيش اي فرصه، خصوصا يعني الشوط الثاني لعيبه فالنسيا نص الملعب بتاعهم واجه مشاكل كتيره قوي، واللعيبه تراجعت لحد ما، خصوصا يعني ان الفرقه عندها مشاكل بدنيه برضو، احنا لسه راجعين ومفيش بري سيزون، واحنا راجعين في نص موسم وبنحاول نخلصه وننجزه، فماتشين كل اسبوع واحيانا ممكن تلاقي ثلاث ماتشات في الاسبوع، فالموضوع صعب جدا على الفرق، وخصوصا يعني الفرق اللي هي كانت بدنيا بتعاني، ومنها ريال مدريد برضو، لان ريال مدريد ما كانش بدنيا قوي قوي، فطبيعي انك تلاقي ريال مدريد شوط اول بيبدا خمس دقايق حلوين، بعد كده الريتم يقع 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 يقع، بعد كده لما دخل على الشوط الثاني اكتشف ان انا محتاج اجيب جون عشان اخش على المنافسه على الليجا ونكمل منافسه على الليجا، بعد كده بقى لما ريال مدريد اكتشف ان انا عايز اجيب جون كريم بنزيما بكوره على الارض وبيباصيها له ايدن هازارد كالعاده، بنزيما في الحاجات دي بيقعش في الاوفسايد، طول ما الكوره على الارض كريم بنزيما عينه حلوه جدا على اخر مساك بيعرف يقف معاه، ويلا عم الحاج هنظبط الدنيا وهنقف كده، انا هقف وراك بخطوتين وهستنى الباصه تجيلي.
هفنش بطريقه عامله ازاي بقى الله اعلم، هحطها جون، هحطها في العرض، هحطها في ايد الجون، انت وبنزيما ومزاجه. الراجل النهارده كان مزاجه رايق، والكره اللي جات له راح حاططها في ابعد مكان على يسبر سيليسن وبيجيب الهدف الاول. بعد كده التغييرات بتبدا، خلاص سلاديس سلم المباراه، اللعيبه بتاعته تعبت، غير جوميز ونزل مكانه، نزل مكانه اللاعب اللي كان بيلعب في اتلتيكو مدريد، بصراحه ربنا انا نسيته دلوقتي، اللي هو بص هو كيفن جاميرو. هو كيفن جاميرو، نزل كيفن جاميرو، بس المشكله ما كانش فيه اي فرص متاحه ان اللعيبه تباص لكيفن جاميرو او حتى تحاول ان هي تطلع بالهجمه، لان هم كانوا بيحاولوا يطلعوا بالهجمه في الشوط الاول، كانوا بيحاولوا ان هم يسحبوا لعيبه ريال مدريد عشان خاطر يروحوا واحد على واحد كتير، خصوصا ان انا بلعب 4 4 2 ومثبت اثنين مهاجمين. بس المشكله كانت عندهم في التمريره اللي قبل الاخيره، التمريره اللي قبل الاخيره دايما كانت بتواجه مشاكل وكانت بتواجه صعوبه كبيره جدا. فالشوط الثاني هم ما كانوش موجودين تماما، حتى لما سلايدس قرر ان هو يتدخل الموضوع كان ضايع تماما بالنسبه له، وريال مدريد كان واخد الشوط الثاني خلاص، احنا مسكنا الملعب واحنا هنعمل اللي احنا عايزينه، جبنا الاول وهنجيب الثاني وهنجيب الثالث. ماركو اسانسيو اول ما نزل خلاص بقى، انا اكتر لعيب بحبه في ريال مدريد ماركو اسانسيو، وبعديه كريم بنزيما، لان انا شايف ان الاثنين دول هما الوحيدين اللي ممكن يعملوا اضافه لخط هجوم ريال مدريد مع ايدن هازارد. اما الباقي فلا رودريجو ولا جاريث بيل ولا فينيسيوس هيفرقوا في اي حاجه، دول كلهم هيفضلوا يتنططوا على الكره ومش مهم، يعني مش ايجابيين على المرمى زي بنزيما وهازارد وماركو اسانسيو. فاول كره تيجي لماركو اسانسيو بيوديها بشماله، الكره خلاص خلصانه بشاكه، الهدف الثاني جه، وبعد كده برده ماركو اسانسيو باع عرضيه مثاليه لكريم بنزيما برده على رجله، بنزيما بيستلم بيشمس الراجل خلاص راحت في المقص بالنسبه لسيليسن، وبنزيما بيجيب هدفين وماركو اسانسيو بيجيب هدف وبيصنع حرف علشان خاطر يكون رجوع مثالي ليه. ماركو اسانسيو الاول ماتش يلعبه مع ريال مدريد سجل، والنهارده اول ماتش يلعبه بعد العظم الاصابه سجل، الله يكون يعني بصراحه ربنا يكرمه واستمر على ده الحال. انا قلت لك بحب ماركو اسانسيو وفشخ، سيبك بقى من انا برشلوني او مش برشلوني، انا بحب اللاعب ده وبحب كريم بنزيما يا صديقي. عارف ان انت هتكون عندك مشاكل في موضوع كريم بنزيما، بس عايز اقول لك ان بنزيما انقذك النهارده، ما تنكرش ان الماتش كان معقرب، قول ان بنزيما ربنا كرمه وجابها جون الموضوع اتغلط، قول ان الموضوع كان سهل. لا، ما هو بنزيما مش طول الوقت بيجيب اجوان يا صديقي، ممكن يكون ضيعها او يعمل اي حاجه من عاداته يا صديقي، احمد ربنا جابها جون بقى والحمد لله ان انت كسبت 3 نقط ولسه مستمر يابا في المنافسه على الليجا، وانا كمان مش هطلب منك كتير، اعمل لايك بس، دوس على الزرار الازرق اللي تحت ده واعمل لايك، مش تخسر حاجه، انا عمال دوست على الزرار الاحمر وعملت سبسكرايب مش تخسر حاجه، لو عيب ولا حرام يعني.